عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا لهذا اليوم الـ Component of Media for Industrial Inoculum Development هي البيئات الزرعية المستخدمة لتنمية الكائنات الحية المجهرية للحصول على النواتج الهدف. This media should support the metabolic process of the microorganism and allow biosynthesis of the desired product. كل بيئة زرعية للكائنات الحية المجهرية تكون متطلباتها كربونية ومصادر طاقة ومصادر نيتروجينية ومتطلبات غذائية إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون والماء ودرجات الحرارة المناسبة لعمليات التخمير والكتلة الحيوية اللي تحدث لها عملية الكالتيفيشن في هكذا نوع من البيئات الزرعية. تصميم هذه البيئات الزرعية based on above equation using minimum component required to produce maximum product yield. هذه البيئات تصمم على أنه متطلب غذائي قليل للوصول إلى ناتج هدف بكميات عالية أو محصول من المادة الهدف بنسب عالية جدا. Media are designed based on the above equation using minimum compounds. نسبة قليلة عندنا من المتطلب الغذائي to produce maximum produce yields أو product yields عفوا للحصول على ناتج هدف عالي جدا. Important components of the medium are carbon sources, nitrogen sources, mineral growth factor, chelating agent, buffers, anti-fuming agents, air, steam and fermentation vessels. كل اللي عددناها هي عبارة عن متطلبات يجب أن تتوفر عندنا في بيئة التخمر للوصول إلى ناتج هدف ذو تقنية عالية وجودة عالية. من أهم هذه البيئات أو من أهم محتويات أو المكونات الأساسية لبيئات التخمير الصناعية هو الكربون سورسز أو المصادر الكربونية. Carbon source is required for all biosynthesis leading to reduction product formation and cell maintenance. طبعا المتطلبات الغذائية أو المتطلب الكربوني في البيئة الزرعية التخميرية هو يعتبر مصدر لبناء بروتوبلازم الخلية الحية، وبالتالي يعتبر كبيئة لعملية نمو وانقسام الخلايا بالنسبة للكائن الحي، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الكتلة الحيوية التي تعتبر هي الأساس مع المادة الأساس السبستريت لإنتاج المادة الهدف. In most fermentation, it also serves as the energy sources. Carbohydrates are traditional carbon and energy sources for microbial fermentation. Although other sources may be used, such as alcohol, alkanat, and organic acid, animal fat, and plant oil, may also be incorporated into some media, often a supplement to the main carbon sources. طبعا عندنا هنالك العديد من المدعمات اللي موجودة عندنا في البيئات الغذائية المحتوية على نسب عالية جدا من الكربونات اللي تحتوي أيضا على مصادر كربونية مثل الكحولات، الألكانات، بعض الأحماض العضوية، الدهون الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى ذلك بعض المدعمات أو نعتبرها السلائف المهمة جدا اللي تعتبر كمصادر كربونية لبناء بروتوبلازم الخلية الحية، وبالتالي يؤدي بذلك إلى زيادة البيوماس أو الكالتيفيشن أو البيوماس، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الحاصل بالنسبة لنمو هذه الكائنات الحية على البيئات الزرعية أو على المصادر الكربونية. أيضا عندنا من المصادر الكربونية الأخرى هو المولاسز. المولس أيضا يعتبر عندنا من مخلفات صناعة السكر أو من مخلفات صناعة الورق، يستخدم عندنا في الصناعات التخميرية في صناعة العديد من الصناعات التخميرية الميكروبية كونه يعتبر رخيص الثمن. Pure glucose and sucrose are rarely used for industrial scale fermentation primarily due to cost. Molasses byproduct of cane and beet sugar production is cheaper and more usual sources of sucrose. This material is reduced remaining after most of the sucrose has been crystallized from the plant extracts. It's a dark colored viscous syrup containing 50 إلى 60% من الكربوهيدرات primarily sucrose with 2% من النيتروجينس substances along with some vitamin and mineral. طبعا هذه البيئات او هذه المواد اللي تعتبر كمصادر كربونية للكائنات الحية الصناعية
تحتوي عندنا في مكوناتها على نسبة عالية جدا من الكربوهيدرات، وكذلك تحتوي على نسبة قليلة أيضا من السكروز، ونسبة أيضا لا بأس بها من المصادر النيتروجينية. مع ذلك أيضا تحتوي عندنا علاوة على ذلك تحتوي على بعض المصادر الفيتامينية وكذلك بعض المعادن. أيضا من المصادر الكربونية الرخيصة الثمن اللي تستخدم عندنا في الصناعات التخميرية هي المالت إكستراكت، اللي تعتبر عندنا خلاصة نقدر نقول خلاصة المالت. Aqueous extracts of malted barley can be concentrated to form syrup that are particularly useful carbon sources. أيضا تعتبر هذه من المصادر الكربونية المهمة for the cultivation of filamentous fungi اللي تستخدمها العديد من الفطريات الصناعية في إنتاج بعض المواد الصناعية التخميرية، كذلك اليست and actinomycetات، وكذلك بعض أنواع الخمائر والأكتينومايسيتات. The composition of malt extracts varies to some extent, but they usually contain approximately 90% من الكربوهيدرات. مكوناتها تقريبا حوالي 90% من الكربوهيدرات ضمن الوزن الجاف. This comprises 20% هيكسوز، أيضا تحتوي على سكريات الهيكسوز، and 55% من الدايساكورايد أيضا ضمن مكوناتها، along with 10% مالتيترايوز، كذلك ترايسكرايد. مالت اكستراكتس also contain some vitamins and approximately 5% nitrogenous substances, protein, peptides and amino acids. كل هذه المحتويات وكل هذه المكونات تعتبر مصادر كربونية لعملية تنمية الكائنات الحية المجهرية الصناعية في إنتاج المادة الهدف، علما أنها تعتبر مخلفات هي ناتجة من مخلفات صناعية رخيصة الثمن للوصول إلى نواتج هدف تكاد تكون ذات جودة عالية. أيضا لدينا من المصادر الكربونية المهمة جدا في البيئات الزرعية الصناعية أو التخميرية هو الستارش and dextrin. These polysaccharides are not readily utilized as monosaccharide and disaccharide, but can be directly metabolized by amylase producing microorganisms, particularly filamentous fungi. لا يتم استخدام هذه السكريات بسهولة اللي هي المونوسكرايد الدايسكرايد، ولكن يمكن أيضيتها أو استقلابها من قبل الكائنات الحية المجهرية مباشرة المنتجة عندنا للأميليز، وخاصة الفطريات الخيطية لأنها تعتبر مواد معقدة، إذن هي لابد من استقلابها من كائنات حية مجهرية، وبالذات هي الفطريات الخيطية اللي تعمل على إنتاج الأميليز. وكما نعلم بأن الفطريات تمتلك نظاما أنزيميا متطورا في عملية تحليل وتحويل معظم المواد الغذائية أو التركيبية أو المركبات عندنا في تحويلها إلى مواد بسيطة يمكن استغلالها كمصادر كربونية في عملية بناء بروتوبلازم خلاياها، وهذا بدوره يؤدي إلى إنتاج مادة هدف بعد عملية أيض المادة الأساس أو السبستريت. أيضا عندنا من المصادر المهمة جدا عندنا في الصناعات التخميرية هو السولفيت ويست ليكوايرز، أو ما تسمى عندنا بنفايات أو محلول نفايات الكبري. Sugar containing waste derived from the paper pulping industry primarily used for the cultivation ease. تستخدم هذه الباي برودكت أو هذه الويست المحتوي عندنا على السكريات عندنا من مخلفات صناعة الورق في المقام الأول في عملية الكالتيفيشن بالنسبة للعديد من الخمائر، والتي بدورها تستخدم في عملية التخمير الصناعي في إنتاج مادة هدف. Waste liquor from coniferous trees contains 2-3% من السكر، which is mixture of hexose 80% and pentose 20%. طبعا مخلفات هذه المخلفات أو مخلفات أشجار الصنوبر ممكن أن تحتوي عندنا 2-3% من السكر، وهو خليط عندنا من السكريات السداسية وكذلك من السكريات الخماسية، حيث أن السداسية نسبتها 80% والخماسية نسبتها تقريبا 20%. Hexose include close, mannose and galactose, whereas the pentose sugar are mostly xylose and arabinose. عادة عندنا كذا إضافة إذا الهيكسوز include glucose, mannose and galactose, whereas the pentose sugar are mostly xylose and arabinose. هذه السكريات المتوفرة عندنا في
أشجار الصنوبر اللي تعتبر هي من مخلفات، هي تعتبر من مخلفات هذه في صناعة الورق، والتي تستخدم عندنا في عملية تنمية العديد من الخمار اللي تستخدم عندنا في الصناعات التخميرية الميكروبية. Usually the required processing before use is contained as it contains sulfur dioxide. النتيجة النهائية في عملية صناعة الخمور تحتاج عادة إلى المعالجة قبل الاستخدام، لأنها تحتوي على نسب عالية جدا من ثاني أكسيد الكبريت. أيضا نحتاج عندنا في البيئات الزرعية كمصادر عندنا ومتطلب غذائي جدا هي السليلوز، أو مادة السليلوز is predominantly found lignocellulose in a plant cell wall which is composed of three polymers cellulose, hemicellulose and lignin. أيضا السليلوز يوجد في الغالب عندنا على شكل lignocellulose في جدران الخلايا النباتية، ويتكون من ثلاث بوليمرات هي السليلوز والهيميسليلوز واللجنين. Lignocellulose is available from agriculture, forestry, industrial and domestic waste. الليجنوسيلولوز دائما يكون متاح عندنا من النفايات الزراعيه في الغابات والمخلفات الصناعيه والمنزليه، اذا هو بحد ذاته يعتبر كمخلفات، وبالتالي هو رخيص الثمن ويعتبر ماده اساس في الكثير او في العديد من الصناعات التخميريه الميكروبيه. Relatively few microorganisms can utilize it directly as it difficult to hydrolyze. يمكن لعدد قليل نسبيا جدا من الكائنات الحية المجهرية الصناعية أن تستخدم السليلوز مباشرة، حيث أنه من الصعب تحليله مائيا بهيئة سليلوز. It's potentially a very valuable renewable source of fermentable sugar once hydrolyzed, particularly in the bioconversion to ethanol for fuel use. يحتمل أيضا أن يكون مصدرا متجددا قيم جدا للسكريات المخمرة بمجرد تحللها بالماء، لا سيما في التحلل البيولوجي أو التحول البيولوجي أو إلى الإيثانول الذي يستخدم في صناعة الوقود. أيضا يعتبر لدينا مصدر آخر من مصادر الطاقة ومصادر الكربون ومصدرا غذائيا أو متطلبا غذائيا عندنا في الصناعات التخميرية هو الواي، أو ما يسمى بالشرش، وهو يعتبر من مخلفات صناعة الألبان. Whey is an aqueous byproduct of the dairy industry. The material is expensive to store and transport. Therefore, lactose concentrated are often perfect for later fermentation by evaporation of the whey, following removal of milk proteins for use as food supplement. تعد هذه المواد باهظة الثمن في تخزينها ونقلها، فلذلك غالبا ما يتم تحضير مركزات اللاكتوز للتخمير لاحقا عن طريق عملية التبخير لمصل اللبن أو ما يسمى بالشرش بعد إزالة بروتينات الحليب لاستخدامها كمكملات غذائية. Lactose is generally less useful a fermentation feedstock than sucrose as it metabolized by fewer organisms. اللاكتوز بحد ذاته يعتبر أقل فائدة بشكل عام كمادة أولية للتخمير من السكروز، حيث يتم استقلابه بواسطة عدد أقل من الكائنات الحية المجهرية. For example, Saccharomyces cerevisiae, for example, does not ferment lactose. مثل ما بينا أنه اللاكتوز ما يمكن استخدامه، يمكن استخدامه بكميات قليلة جدا من الكائنات الحية المجهرية بالمقارنة مع الكائنات الحية الأخرى في عملية تخميره صناعيا. أيضا عندنا يعتبر متطلب آخر في البيئات الزرعية هي الألكانات and الكحول. أي بيئة زرعية صناعية تخميرية تحتاج إلى الألكانات والكحولات. N alkanes of chain length carbon 10 إلى carbon 20 are readily metabolized by certain microorganisms. متطلب غذائي مهم جدا عندنا في بيئات التخمير تحتاج معظم الكائنات الحية المجهرية في العديد من الصناعات التخميرية الميكروبية. Mixture rather than a single compound are usually most suitable for microbial fermentation. عادة ما تكون الخليط من الألكانات والكحولات تعتبر مهمة جدا وأكثر أهمية بدلا من المركب بشكله الفردي، أي الأكثر تعتبر ملائمة لعملية التخمير الميكروبي كخليط بدلا من استخدامه بشكل فردي، أي الألكان على جهة وكذلك الكحولات على جهة أخرى. However, either industrial use is dependent upon the
prevailing price of petroleum. ومع ذلك يعتمد أدنى ويعتمد استخدامها الصناعي على أسعار النفط كونها تنتج عندنا من مشتقات نفطية، وبالتالي أسعارها تعتمد على ما يستخلص من مشتقات النفط. Methane utilized as a carbon source by few microorganisms, but its conversion product methanol is often preferred for industrial fermentation as it presents fewer technical problems. أيضا يستخدم عندنا الميثان كمصدر كربوني في العديد من المزارع التخميرية الميكروبية من قبل عدد قليل جدا من الكائنات الحية المجهرية، ولكن الميثانول منتج التحويل الخاص به غالبا ما يفضل للتخمير الصناعي، لأنه يمثل أو استخدام الميثانول عندنا في عملية التخمير الصناعية يعتبر ذا أهمية وقيمة تخميرية كونه لا يمثل أو لا تتكون فيه مشاكل أثناء عملية التخمير الصناعي الميكروبية. فلذلك دائما عندنا المصانع التخميرية الميكروبية تفضل عندنا استخدام الميثانول بدلا من المشتقات الألكانية والكحولية الأخرى. إيثانول is less toxic than methanol and is used as sole or co-substituted by many microorganisms. الإيثانول أيضا يعتبر أقل سمية من الميثانول، ويستخدم أيضا كركيزة مفردة أو مشتركة من قبل العديد من الكائنات الحية المجهرية، أي أنه يستخدم عندنا كمادة أساس في إنتاج مادة هدف بنسب من قبل العديد من الكائنات الحية المجهرية، ولكنه مكلف للغاية، لذلك استخدامه كمصدر كربوني صناعيا يكون بنسبة أقل، بالرغم من كونه أقل سمية ولكنه يعتبر عالي الكلفة. Fat and oils. Hard animal fats that are mostly composed of glyceride of palmitic and stearic acid are rarely used in fermentation. نادرا عندنا ما تستخدم الدهون الحيوانية الصلبة والتي هي غالبا ما تكون من الجليسريدات وحامض البالماتيك اسيد والستريك اسيد في عمليات التخمير الصناعي. However, plant oil primarily from cotton seed, lean, maize, olive, palm, rapeseed and soya and occasionally fish oil may be used as the primary or supplementary carbon sources especially in antibiotic production. ولكن يمكن أيضا مع ذلك يمكن استخدام الزيوت النباتية في المقام الأول من بذور القطن، الكتان، الذرة، الزيتون، النخيل وكذلك فول الصويا وأحيانا زيت السمك كمصادر كربونية أساسية أو supplementary أو تكميلية ثانوية خاصة في إنتاج المضادات الحيوية. نيتروجين سورسز أيضا يعتبر متطلبا غذائيا مهما جدا للكائنات الحية المجهرية في البيئات التخميرية، كون أن أجسامها أو بروتوبلازم خلاياها تبنى عندنا من مصادر كربونية ومصادر نيتروجينية ومدعمات غذائية أخرى. Most industrial microbes can utilize both inorganic and organic nitrogen sources. الكائنات الحية المجهرية تستخدم عندنا النيتروجين منها ما يكون عضويا ومنه يكون غير عضوي. Inorganic nitrogen may be supplied as ammonium salt. المتطلب النيتروجيني الغير عضوي اللي هي عندنا المصدر الطاقة أو المصدر الغذائي هو منها أمونيوم سالت، أملاح الأمونيا، أوفتن أمونيوم سولفيت، سلفات الأمونيا، and داي أمونيوم هيدروجين فوسفيت أو أمونيا. Ammonia can also be used to adjust the pH of the fermentation. أيضا تعتبر الأمونيا مهمة جدا كبفر في البيئات التخميرية الصناعية. Organic nitrogen, النيتروجين العضوي أو مصادر النيتروجين العضوي include amino acid, protein and urea. Nitrogen is often supplied in crude forms that are essentially byproduct of other industries such as corn stem liquor, yeast extract, peptones and soy meal. غالبا ما يتوفر أو يتم توفير النيتروجين بشكله الخام في الأساس كمنتجات ثانوية من صناعات أخرى، أي باي برودكت نقدر نحصله عندنا كمخلف أو منتج ثانوي من صناعات أخرى وندخله عندنا في صناعات أساسية. مثال ذلك عندنا مثل ما بينا الكورن ستيب ليكواير واليست إكستراكت والبيبتونز أند سويا ميل. كورن ستيب ليكوايرز is a byproduct of starch extraction from maize.
السائل الذرة هو عبارة عن منتج ثانوي لاستخراج النشا من الذرة، وهذا أيضا يعتبر من المخلفات، أي أنه يعتبر ناتجا ثانويا ممكن عندنا أن يدخل عندنا في صناعة تخميرية رئيسية. The exact composition of the liquor varies depending on the quality of the maize and the processing condition. يختلف عندنا الناتج النهائي أو الناتج الهدف من عندنا الكورن ستيب ليكواير، وذلك حسب جودة مادة الذرة وظروف المعالجة اللي أجريت للمخلفات الناتجة من الكورن ستيب ليكواير. الباي برودكت متى ما عولجت بصورة حقيقية أو صحيحة أو دقيقة ممكن أن نصل عندنا إلى متطلبات صناعية تخميرية أكثر جودة. Concentrated extract generally contain about 4% nitrogen, including a wide range of amino acid, along with vitamins and mineral. تحتوي المستخلصات دائما عندنا على حوالي نسبة 4%. 4% عندنا من النيتروجين بما في ذلك مجموعة واسعة من الأحماض الأمينية إلى جانب الفيتامينات والمعادن. أيضا لدينا متطلبا غذائيا مهما جدا في البيئات الميكروبية التصنيعية التخميرية هو اليس اكستراكت اللي هو مستخلص الخمار. Yeast extracts may be produced from waste packers and brewers yeast or other strain of Saccharomyces cerevisiae. قد يتم إنتاج مستخلصات الخميرة من خميرة الخباز الصناعية أو من سلالات أخرى من Saccharomyces cerevisiae. Alternate sucrose are Clavigromyces maxinus grown Maraxinus عفوا grown on whey and candida otiolis cultivated using ethanol or waste from wood and paper processing. ايضا المصادر البديله ممكن بدلا من السكاروميسيس سيرفيسيا عندنا الكلافيروميسيس ماركسيناس التي تزرع او تنمى عندنا في الوي او الشرش او مصل اللبن، وكذلك تستخدم عندنا الكانديدا اوتيولايز او المبيضات باستخدام الايثانول او النفايات من معالجه الاخشاب والورق. المتطلب الاخر عندنا للبيئات التخمير هو البيبتون. بيبتون ار يوجوالي تو اكسبنسيف فور لارج سكيل اندستريال فيرمنتيشن. يعتبر عندنا البيبتون مهم جدا ولكن يعتبر ذو كلفة او مكلف عالي جدا عندنا في الصناعات التخميرية. They are prepared by acid or enzyme hydrolysis of high protein material, meat, casein, gelatin, curatin, pentose, soy meal, cotton seed. عادة ما تكون البيبتونات مثل ما بينا باهظة الثمن بالنسبة للصناعة التخميرية، ويتم تحضيرها عن طريق التحلل المائي الحامضي أو الأنزيمي لمواد عالية من مستويات البروتينات، الكازائينات، الجيلاتينات، الكيراتينات، الفول السوداني والصويا، إضافة إلى بذور القطن. Water متطلب مهم جدا في بيئاتنا التخميرية الصناعية. في البيئات التخميرية الصناعية all fermentation process كل عمليات التخمير الصناعي except solid substrate fermentation باستثناء عمليات التخمير الصلبة require vast quantities of water تحتاج إلى نسب جدا عالية من الماء. فلذلك المعامل التصنيعية التخميرية تحتاج عندنا إلى منظومات مياه معقمة، أي ما يسمى عندنا بالديستيليتر، كونها تعتبر مهمة جدا لأنه المياه المستخدمة في العملية التصنيعية يجب أن تكون مياه نقية معقمة خالية من الشوائب، خالية من الغرويات، خالية من الكائنات الحية المجهرية الممرضة. In many cases it also provides trace mineral element and important for ancillary equipment and cleaning. توفير أيضا يعتبر الماء مهم جدا في توفير بعض العناصر المعدنية المهمة في الصناعات التخميرية، كذلك يعتبر مهم جدا في عمليات التنظيف بالنسبة لكل معدات العملية التصنيعية. Before use removal of supplemented solid, colloid and microorganism is usually required. مثل ما بينا أنه يلزم إزالة المواد الصلبة، الغرويات، الكائنات الحية المجهرية الممرضة أو اللي تعتبر سامة للعملية التصنيعية، يجب إزالتها قبل استخدام المياه في العملية التصنيعية. إذن لابد من وجود منظومة مياه معقمة لاستخدامها في عمليات التخمير الصناعي الميكروبي. When the water supply is hard, it's treated to remove salts such as calcium carbonate. عندما يكون مصدر المياه
صعبا، يتم معالجته ايضا لازاله الاملاح مثل كربونات الكالسيوم التي تعتبر وجودها في المياه يسبب عندنا بعض المشاكل في العمليه التخميريه الصناعيه. ايضا عندنا المينرال او المعادن التي تعتبر ذات اهميه كبيره جدا، ويعتبر عندنا متطلب مهم جدا في الاوساط التخميريه الميكروبيه. normally sufficient quantities of the cobalt, copper, iron, manganese, molybdenum and zinc are present in the water supplies and impurities in other media ingredient. عادة ما توجد كميات كافية يجب من الكوبالت، النحاس، الحديد، المنغنيز في بعض الصناعات التخميرية، وخاصة ما تتواجد هذه في إمدادات المياه. Occasionally, levels of calcium, magnesium, phosphorus, potassium, sulfur, and chloride iron are too low to fulfill requirement and these may be added as specific. أيضا عندنا بعض المتطلبات المعدنية يجب أن تتواجد بكميات نزرة أو قليلة، وتعتبر أيضا متطلبا لبعض الكائنات الحية المجهرية، وهي طبعا مثل فيما بعض الأمثلة عليها الكالسيوم، المغنيسيوم، الفسفور، البوتاسيوم، الكبريت، وبعض أنواع الكلوريدات، وهذه تتواجد بكميات منخفضة جدا للغاية. فيتامين اند جروث فاكتورز، ايضا نحتاج كمتطلبات اخرى في البيئات التخميريه بعض انواع الفيتامينات وبعض عوامل النمو التي تعتبر مهمه جدا عندنا في العمليه التصنيعيه او في المخمرات الصناعيه. Many bacteria can synthesize all necessary vitamin. بعض الكائنات الحية المجهرية وبالذات البكتيريا تحتاج إلى الفيتامينات كمتطلبا غذائيا في عملياتها الأيضية، والتي تعتبر عندنا كعوامل أساسية في بناء بروتوبلازم خلاياها. For other bacteria, filamentous, fungi and yeast. كذلك بعض أنواع البكتيريا وبعض الأعفان والخمائر. They must be added supplement to the fermentation medium. أيضا ممكن عندنا تضاف لها بعض الفيتامينات وعوامل النمو الأخرى في بناء بروتوبلازم خلاياها للقيام بعمليات الأيضية ضمن مادة السبستريت للبيئة التخميرية الصناعية. Most natural carbon and nitrogen sources all contain at least some of the required vitamins as minor contaminant. أيضا تحتوي معظم مصادر الكربون الطبيعي والنيتروجين أيضا على الأقل، يعني رغم ما تواجد عندنا بعض المصادر النيتروجينية والكربونية في بيئات التخمير، لابد أيضا بعض الصناعات التخميرية تحتاج إلى بعض الفيتامينات وبعض المدعمات المهمة جدا التي تعتبر كسبليمنت للعملية التخميرية. Other necessary growth factor amino acid, nucleotide, fatty acid and sterolate are added either in pure form. أيضا تحتاج عندنا بيئات التخمير إلى عوامل نمو ضرورية بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات والمتطلبات الغذائية الأخرى، بعض الأحماض الأمينية، بعض النيوكليوتيدات، الأحماض الدهنية، الاسترولات. تضاف هذه إما بشكل نقي pure أو تضاف على شكل خلائط or for economic reasons as less expensive plant and animal extracts. وهذه طبعا تضاف لأسباب اقتصادية، هي لزيادة جودة المنتج الغذائي للناتج الهدف، وأيضا تضاف أيضا بعضها كمستخلصات نباتية وحيوانية تكاد تكون أقل كلفة من أن تكون بشكلها النقي. يعني إما أن تضاف بشكل نقي، طبعا هذا متطلب اقتصادي بالنسبة لل المنتج الصناعي، أو أنها تضاف على شكل مستخلصات نباتية وحيوانية تكاد تكون أقل كلفة من شكلها النقي. المدعمات Precure sources. Some fermentation must be supplemented with specific Precure sources not play for secondary metabolite production. أيضا بعض البيئات التخميرية تحتاج إلى استكمال العمليات الأيضية بالنسبة للكائنات الحية المجهرية بمدعمات محددة، لا سيما في عملية الأيض الثانوي بالنسبة للكائنات الحية المجهرية، إما لزيادة الكالتيفيشن أو لبناء بروتوبلازم الخلية، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة جودة الناتج الهدف. Example include for example فينو lactic acid or phenyl lactamide added as side chain
resources in penicillin production, وخاصة عندنا إضافة حامض الفينول أو فينول أسيتيك أو الفينول أستيمايد المضافة عندنا كمدعمات في عملية إنتاج المضاد الحيوي البنسلين. ثريونين is used as أيضا عندنا ممكن أن يستخدم عندنا الثريونين كمدعم في إنتاج الأزيوليوسين من قبل السيراشيا ميريسنس. أيضا ممكن تعمل عندنا السيراشيا ميريسنس على استقلاب الثريونينات في إنتاج الأزيوليوسين، ويتم أيضا وتعتبر كعندنا من المدعمات. أيضا يتم عمل إضافة بعض الأنثرانيليك لتخمير بعض أنواع الخمائر أو للكالتيفيشن لبعض أنواع الخمائر، وبالذات عندنا الهانسيونيلا أنومالا اللي تستخدمها في عملياتها الأيضية في بناء بروتوبلازم خلاياها ولإنتاج ناتج هدف، وبالذات أثناء إنتاج التريبتوفان. الانديوزر اند إليسيتر المستحثات أو النواقل. If product formation is dependent upon the presence of the specific induced compound or structural analog, it must be incorporated into the culture medium or added at a specific point during the fermentation. إذن أو إذا كان تكوين عندنا المنتج يعتمد على وجود عندنا بعض المحفزات اللي تعتبر محددات لعملية النمو، يجب إضافتها للأوساط التخميرية اللي تعتبر بحد ذاتها مستحثات للعملية التصنيعية من خلال إما تعتبر بحد ذاتها كنشاط للكائن الحي المجهري إضافته بصورة إضافته في نقطة معينة ما أثناء عملية التخمير، يعني مو من بداية عملية التخمير ممكن إضافته، ولكن في فترة ما في نقطة ما من أثناء العملية التصنيعية التخميرية ممكن أن نضيف عملية شني مستحثات لتنشيط العملية التخميرية أو لنقل مادة ما من نقطة إلى نقطة أخرى، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة في جودة الإنتاج أو يؤدي في سرعة في عملية تسريع العملية الإنتاجية، وهو بحد ذاته أمام محورين أساسيين، إما للكالتيفيشن بالنسبة للبايوماس أو أنه يزيد من الدعم السبستريت عندنا في العملية التخميرية. Inhibitors are used to redirect metabolism towards the target product and reduce. المثبطات هي عملية إعادة توجيه العملية التخميرية في طريقها الصحيح، أي أنها تعمل على تثبيط خط ما معين قد يؤدي إلى حدوث problems أثناء العملية التصنيعية. إذن التثبيط هو تثبيط إيجابي، هو عملية إعادة توجيه العملية التصنيعية التخميرية إما بالنسبة للبايوماس الكتلة الحيوية أو السبستريت في إزالة بعض المشاكل من وعملية توجيهها في الطريق الصحيح لإنتاج المادة الهدف بجودته العالية. Other health pathway at a certain point to prevent further metabolism of the target products. An example of an inhibitor specifically employed to redirect metabolism is sodium bisulfate, which is used in the production of glycerol by Saccharomyces cerevisiae. مثال على ذلك هو التثبيط اللي يستخدم على وجه التحديد لإعادة توجيه الميتابولايز اللي هو البايسلفيت صوديوم، والذي يستخدم في إنتاج الجلسرين بواسطة الساكاروميسيز سيرفيسيا. Cell permeability modifier عملية تحوير بالنسبة لزيادة نفاذية الخلايا الحيوية. The compound increase cell permeability by modifying cell wall and membranes promoting the release of the intracellular product into the fermentation medium. هي زيادة نفاذية الجدار الخلوي للخلايا الحية سواء كان بكتيريا أو باقي كانت الحية المجهرية لما تطرحه من نتاج إلى البيئة الزرعية الذي يعتبر مهم جدا في العملية التخميرية. يعني معناها زيادة النفاذية يؤدي بدورة إلى إنتاج الكائن الحي المجهري بعض المكونات داخل الخلية الحية وطرحها إلى وسط التخمير، وبالتالي بحد ذاته يعتبر عملية تخميرية تصنيعية بالاتجاه الصحيح، أي أنها إطلاق المنتجات من داخل الخلايا إلى وسط التخمير، وهو يعتبر بحد ذاته هو الناتج الهدف المطلوب الوصول إليه.
Compound used for this purpose include penicillins and surfactant. وهذه أمثلة عليها، تشتمل عندنا بعض المركبات المستخدمة لهذا الغرض في إنتاج بعض أنواع البنسلينات وكذلك بعض أنواع المطهرات. Oxygen. Depending on the amount of oxygen required by the organism, it may be supplied in the form of air containing about 21% or occasionally as pure oxygen when requirement as particularly high. طبعا عندنا العمليات التخميرية أو الصناعة التخميرية إما أن تكون عندنا في ظروف لا هوائية أو في ظروف هوائية، فاللي تحتاج عندنا العملية التخميرية في ظروف هوائية تحتاج إلى نسبة عالية جدا من الأكسجين، وهذا الأكسجين طبعا فيما إذا كانت الكائنات الحية المجهرية تحتاج إلى نسبة عالية جدا من الأكسجين، وتكاد النسبة تصل إلى حوالي 21% عادة للقيام بفعالياتها الأيضية وإنتاج المادة الهدف بالنسبة لاستقلابها أو أيضيتها على المادة الأساس. Antifoam مضاد الرغوة. Antifoam are necessary to reduce foam for mating during fermentation. تتكون في بعض الأحيان وأثناء العملية التصنيعية رغوة، وهذه تعتبر مشكلة من المشاكل التصنيعية، فلا بد من وجود antifoam مضاد لهذه الرغوة لمنع الكونتامينيتد بالنسبة للعملية التخميرية. Foaming is largely due to media proteins that become attached to the air. Both interferes where they denature to form a stable foam. طبعا المادة الفوم أو مادة الرغوة هي عبارة عن مادة تكاد تكون بروتينية، وبالتالي وجود هذه الرغوة سوف تتجمع هوائيا، سوف تتجمع أو تتجمع عليها بعض الكائنات الحية المجهرية، وتعتبر بحد ذاتها في هذه اللحظة تعتبر كمادة ملوثة للعملية التصنيعية. إذا لابد من وجود عندنا مضادات للرغوة للقضاء على هكذا نوع من المشاكل أثناء العملية التخميرية. If uncontrolled, the foam may block air filters, resulting in the loss of aseptic condition. عند عدم السيطرة على التخلص من هذه المشكلة أو التخلص من الرغوة، يؤدي ذلك إلى حدوث عملية blocking بالنسبة عندنا للإير فلتر، وهذا بدور يعتبر عندنا مشكلة يمنع عملية التهوية بالنسبة للكائنات الحية المجهرية، وبالتالي يؤدي إلى اختلال في العملية الأيضية أو استقلاب المادة الأساس من قبل الكائنات الحية المجهرية. Natural antifoam include plant oil from soy, sunflower and rapeseed. طبعا عندنا على سبيل المثال عندنا بعض عندنا الأنتيفوم الطبيعي، ممكن عندنا الفول الصويا، عباد الشمس، وبذور مادة اللفت، أيضا زيت السمك يعتبر مزيل الرائحة، والزيوت المعدنية والشحوم الأخرى اللي تعتبر كلها كأنتيفوم. بعد كل ما تطرقنا إليه عندنا في عملية الكمباوند بالنسبة عندنا للفورميليشن ميديوم بالنسبة للصناعة التخميرية، أيضا لابد من عملية حفظ عندنا الكائنات الحية المجهرية المستخدمة صناعيا، وبالتالي عندنا لابد من الحفاظ عليها، والحفاظ عليها يعتبر كأهمية اقتصادية بالنسبة للصناعات التخميرية. هنالك عدة طرق استخدمت في عملية التصنيع أو في التخمير الصناعي للحفاظ على الكائنات الحية المجهرية من الهلاك، وسبق وأن تطرقنا إليها في المرحلة الثانية في علم الأحياء المجهرية، هي الستورج أون أجر سلوب، وهي طبعا ماخذينها كلتشر جراوند أون أجر سلوب عندنا على الأسلوب المائل. ماي بي ستورد إن ريفريجريتر 5 درجة مئوية أور فريزر 20 درجة مئوية. أيضا ممكن عندنا عمليات التبريد إلها بالثلاجة بدرجة 5 درجة مئوية أو التجميد بناقص 20 درجة مئوية. أيضا ممكن إضافة عندنا على طبقة السلوب أو عليها طبقة من الزيت، وذلك لمنع عملية الكونتامينيشن بكائنات حية مجهرية أخرى أثناء عملية تبريدها. أيضا عندنا storage of slopes in water، ممكن عندنا عملية الحفاظ على الكائنات الحية المجهرية وبالذات الفطرية عن طريق التعليق في الماء المقطر المعقم. أيضا storage under liquid nitrogen، ممكن عندنا الحفظ تحت التبريد بواسطة النيتروجين المبرد من ناقص 100 درجة مئوية إلى ناقص 160 درجة مئوية. أيضا إضافة إلى ذلك لدينا storage in dehydrate form، أيضا ممكن عندنا يمكن
وهذه طبعا تستخدم moisturial soil may be inoculated with culture and incubated for several days for some growth to occur and then allow to dry out at room temperature for approximately 2 weeks. The dried soil may be stored in refrigerator. أيضا يمكن تلقيح التراب الرطبة المعقمة بزراعتها بالكائنات الحية المجهرية وحضنها عندنا لعدة أيام حتى يحدث عندنا بعض النمو للكائن الحي المجهري، ثم يسمح لها بالجفاف في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين تقريبا، ويمكن تخزين التربة المجففة بالتبريد بالثلاجة. أيضا عندنا طريقة أخرى لحفظ الكائنات الحية المجهرية الصناعية هي lyophilization اللي احنا نسميها التجميد lyophilization or freeze drying involves the freezing of culture followed by a drying under vacuum اللي هي التجفيف بالتبريد او التجفيف بالتجميد، وهذا ينطوي على تجميد المزرعة الميكروبية يتبعها التجفيف تحت التفريغ الهوائي. The technique involves growing the culture to the maximum stationary freeze and resbanding the cells in protective medium such as a cloth, serum, skin, milk, sodium, few drops of the suspension and transfer to the ampoule which is then frozen and subjected to ampoule which is the sealed. تتضمن عندنا التقنية أيضا زيادة المزرعة الميكروبية إلى أقصى حد عندنا للتجميد بصورة ثابتة، وكذلك إعادة تعليق الخلايا في وسط وقائي، وهذه الأوساط مثل أوساط الدم والمصل والجلد والحليب والصوديوم، ويتم بعد ذلك نقل هذه قطرات قليلة منها تعلق عندنا في أمبولات ومن ثم تحفظ بشكل دائم، يمكن إعادة استخدامها عندنا في صناعات أخرى بدلا من عملية إتلافها. They still may be remain available for 10 years and or 10 years and more. قد تظل عندنا الخلية قابلة للنمو بعد إعادة تنميتها لمدة 10 سنوات أو أكثر. في نهاية هذه النقطة نصل إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.